فقرة الانديكاتور لهذا الأسبوع نحكيه على مؤشر على غاية من الأهمية والخطورة في نفس الوقت، سعر برميل النفط على المستوى الدولي اللي قد يصل إلى مستوى 100 دولار حسب وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 13 أكتوبر 2021. نحكيه على سعر البرميل اللي تجاوز 80 دولار على مستوى السعر العالمي، ومع التذكير وأنه في ميزانية الدولة التونسية ميزانية 2021 تم تحديد سعر البرميل النفط في حدود 45 دولار للبرميل الواحد. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع معنا بالهاتف الخبير والمستشار الطاقي سي عز الدين خلف الله. سي عز الدين مرحبا بك. مرحبا بك، عايشك. كيف نقرأ هذه المؤشرات سي عز الدين؟ بالطبيعة تطور سعر النفط هو من المفروض يعني يكون حسب العرض وحسب الطلب، وقت اللي يعني السعر يرتفع لما الطلب يرتفع أو العرض يعني ينخفض، والسعر يتدنى لما الطلب ينخفض أو العرض يعني يرتفع. لكن هناك عناصر أخرى يعني بقطع النظر عن العرض والطلب تمكن من تغيير سعر النفط نحو الارتفاع أو الانخفاض، منها العنصر الجيوسياسي وغيره. ولكن في الحقيقة من الصعب يعني تنبأ سعر النفط مستقبلا يعني من مختلف يعني الهيئات سواء البنك الدولي ولا الوكالة الوطنية للطاقة ولا رويتر وغيره، لكن التنبؤات هذه تكون مبنية على سيناريوهات يعني تعطي تنبؤات مختلفة للأسعار حسب يعني أسعار أعلى ولا نحو الأسفل. وهذا عليه يعني ساعات التنبؤات يكون من الصعب يعني باش نحدوا سعر معين للنفط، لانه نشوف احنا اللي تقريبا ميزانيه 2021 في البدايه بديناها بسعر يعني تاع 45 دولار وما كناش نتوقعوا يعني الارتفاع هذا اللي نشهدوه اليوم، لانه في فتره الكورونا طاح سعر البرميل. بالطبيعة فتره الكورونا طاح لانه العرض التربع الطاقة يعني انخفض لأنه توقف النشاط بسبب الكورونا والحجر اللي تم في أكثر من بلد. أي بالطبيعة الكل يعني يجر عليه انخفاض الطاقة، وكم ولما فما انخفاض والعرض قعد تقريبا في نفس المستوى يعني أسعار النفط انخفضت. طيب سي عز الدين، حسب وكالة رويترز للأنباء تقول وتتساءل هل من إمكانية أنه السعر هذايا يوصل ل 100 دولار؟ هل هذه الفرضية واردة؟ وإذا كان وصلنا فعلا على المستوى العالمي لسعر يقدر ب 100 دولار للبرميل الواحد، شنو تداعيات هذا على تونس وإحنا حاطين في الميزانية 45 دولار سعر البرميل؟ اي بالطبيعة يعني احنا يظلنا نصلح وما فما يعني ميزانية تكميلية هذيك مجعولة باش نصلحوا بها بعض العناصر اللي ما كناش نتحكموا فيهم، يعني خاصة في مسار البرميل يظلنا نحطوا يعني سعر اقرب من الواقع. بالطبيعة كل شيء يعني منتظر ينجم يوصل ل 100 دولار، ولكن ثم عوامل اللي نجم تكون السعر هذا ينجم يكون في استقرار إلى حد معين من الارتفاع، لأنه لما ناخذ حتى منظمة البلدان المصدرة للنفط اللي تحاول تلعب دور يعني في تحديد الأسعار، أولا ماذا بها يعني الحصة نتاعها في السوق تكون باقي موجودة. سعر منخفض بالنسبة للمنظمة هذه ماهوش مربح لها، ولذا هذاك علاش تحاول بما يعني اللي الاسعار تكون مرتفعه نوعا ما. ولكن سعر عالي كثير يعني الى حدود 100 دولار ساعات ما يساعدهاش برشا. لماذا؟ لانه وقت اللي السعر يرتفع كثير ثم يعني مثل تقول بعض البلدان تدخل في السوق لانه في سعر معين ولا مش مرتفع،
كل ما هو يعني انتاج بالنسبه لي يكون مكلف وما هوش يعني ما عندوش مردوديه. ولذا وقت اللي سعر نفط يرتفع تدخل مردوديه يعني النفط في البلدان هذه وتولي تسوق، ولذا المنظمه يعني تخسر شويه من يعني موقعها في سوق النفط. وذاك علاش الاسعار نجم نقولوا اللي تنجم مدفوخ كثيفه كبيره برشا، لانه فما بعض الهيئات اللي تنجم عندها دور باش دور تعديلي يعني تحدوا. ولكن كما قلت لك سعر النفط يبقى ديما من الصعب التنبؤ به. عزين خلف الله، نختم بالسؤال الآتي، وأنت الخبير والمستشار في المجال الطاقي، ربما ما يهم التوانسة بشكل مباشر في ظل هذا الغلاء في والارتفاع في سعر البرميل النفط في السوق العالمية، هل هذا ينجم يجبر الحكومة الحالية والدولة التونسية والوزارات المعنية على اتخاذ قرار بالترفيع في سعر البنزين والمحروقات في الفترة الأخيرة في إطار المقاربة التعديلية اللي دائما تتحدث عليها الحكومات ووزارة الطاقة؟ سؤال هام ياسر، لأنه ارتفاع أسعار النفط بالنسبة لتونس ما هوش حاجة باهية، لأنه احنا نورد برشا يعني من المواد الطاقية بصفة عامة والمواد البترولية بصفة خاصة، وهذا ينجر عليه يعني الارتفاع في ارتفاع في الدعم للطاقة. تعرف اللي حاليا كل المواد الطاقية هي مدعمة، ولذا كل ارتفاع في سعر النفط بدون ارتفاع في الداخلية ينجر عنه دعم كبير، وهذا عنده يعني سي عزين تتوقع أن هذه الحكومة ستكون مجبرة على الترفيع في أسعار المحروقات والبنزين؟ نجم نقوله بطبيعة، لكن الترفيع يأخذ بعين الاعتبار يعني العائلات وإلا يعني لأنه اجتماعيا نجم نرفعوا في بعض المواد التغطية لما نمسوا الشريحة يعني الفقيرة. واضح واضح سي عزين خلف الله الخبير والمستشار في المجال الطاقي، شكرا لك على تدخلك معنا، شكرا على كل هذه الإفادات والتوضيحات في فقرة الانديكاتور.